التاريخ مليان بحكايات الجواسيس من قديم الأزل ولحد النهاردة، وقليلين جدا منهم اللي راح وسلم نفسه لجهاز مخابرات العدو بإرادته في مقابل المال. وفي ملف الصراع العربي الإسرائيلي كان فيه البعض من الجواسيس دول، واللي للأسف كان منهم عرب، اللي باعوا نفسهم لمخابرات العدو وكتبوا بإيديهم وثيقة بيع أوطانهم، ومش شرط الرغبة منهم في أخذ طارهم من أوطانهم، إنما علشان الفلوس أو لهدف شخصي بحت. الوطن ما كانش ليه أي دخل فيه. وكان منهم شاكر فخوري. شاكر كان واحد من أبناء فخوري الخمسة، وكانت عيلته عيلة غنية، وكان الوحيد فيهم اللي فشل في دراسته، وبعد ما كبر ما كانش بيعمل أي حاجة في حياته غير السهر في الملاهي الليلية ومصاحبة النساء ورفاق السوق والصرف عليهم ببذخ وشراء الممنوعات، ده غير ملاحقته البنات الحي باستمرار. كل ده جاب لوالده ولعيلته كلها المشاكل والشكوى من أهالي الحي من تصرفات ابنهم مع بناتهم. فحاول والده أنه شغله في أكتر من وظيفة يمكن حاله يتعدل، لكن شاكر ما نفعش في أي وظيفة ومشاكله كترت، لحد ما قرر والده أنه يسفره عند أخته وزوجها في الكويت ويشتغل هناك ويبعد بقى عنه بمشاكله، وقال له أنه مش ناجح في أي حاجة ويمكن ينجح لما يسافر ويبعد عن أصدقاء السوء اللي مصاحبهم. وبعد توبيخ والده واللي كان شديد فعلا، قرر السفر وحجز له والده تذكرة السفر للكويت. ووصل هناك وهو مليان إصرار أنه لازم يثبت لوالده ولأسرته إنه هينجح ويكون ثروة في الدولة الخليجية الغنية، ومش هيرجع لهم تاني إلا وهو شخص غني وليه مكانة في المجتمع. وأول ما خرج من المطار في الكويت كان في انتظاره أخته وزوجها اللي كان شغال هناك، وقدر إنه يلاقي له وظيفة كويسة، وفضل هو وأخته يساندوه ويحاولوا ينظموا له حياته على أمل إنه يتغير فعلاً ويبقى إنسان بقى ناجح ويغير صورته قدام والده وعيلته زي ما قال لأخته وزوجها. بس مين ده اللي يتغير؟ بعد 3 شهور بس من عمله في الكويت، حن الليالي السهر في الملاهي الليلية والأصدقاء وياهم، فقرر إنه يسيب الكويت ويرجع لأهله في بيروت، بس مش وهو شخص ناجح زي ما أصر لما راح الكويت. رجع من تاني لنفس عاداته ومشاكله القديمة مع عيلته وتوبيخ والده ليه كل ليلة. وللمرة التانية ولشدة توبيخ والده قرر انه يسافر، بس المرة دي سفر بالعودة. فقال له والده انه هيسافر قبرص، وانه تعرف عن طريق اصدقائه على واحد لبناني عنده شركة في قبرص وهيشغلهم معاه هناك. وبرغم ان والده ما كانش مصدق ولا مقتنع باللي بيقوله، وافق واشتراله تذكرة سفر لقبرص، وفي المطار قاله انه بيتمنى انه ينجح المرة دي وما تبقاش زي المرة اللي فاتت. فرد عليه شاكر وقاله وحتى لو ما نجحتش اتأكد اني مش هرجع لك تاني. شاكر كان يقصد كل كلمة قالها لوالده، فكان مصر على انه ما يرجعلوش تاني غير وهو ناجح وغني مهما كانت الطريقة والوسيلة في تحقيق ده، ومهما كان اللي هيشتغل معاه هو مين. بس هو كان عارف كويس الطريقة ومع مين هيشتغل. وأول ما وصل قبرص نزل في فندق هناك وهو مقرر مصيره خلاص. وتاني يوم الصبح خرج وسأل على عنوان السفارة الصهيونية ووصل هناك، وعلى بوابة الدخول طلب من رجال الأمن مقابلة الملحق العسكري الصهيوني، فأخذوا منه جواز سفره وعرفوا أنه لبناني عربي. وبالرغم من استغرابهم طلبوا منه الانتظار لحد ما يبلغوا الملحق العسكري، واللي اتفاجئ بكلام رجل الأمن لما قاله أن في واحد لبناني عاوز يقابلك. المهم بعد ما فتشوه تفتيش دقيق على البوابة دخل وقابل الملحق العسكري واللي رحب بيه وسألوا عن سبب طلبه مقابلته، ومن غير أي مقدمات قال له شاكر إنه عاوز يتعاون معاهم
ويديهم كل المعلومات اللي يعرفها عن مواقع عسكرية ومعلومات سياسية أو اقتصادية، ومستعد إنه ينفذ كل اللي يطلبوه منه في مقابل المال علشان يعيش الحياة اللي بيحبها براحته من غير ما حد يوجه له لوم أو عتاب. الملحق العسكري كان بيسمعه وهو مستعجب قوي للي بيقوله، واحتار وشك فيه، ما هو يا إما مدفوع من جهاز مخابرات عربي عليهم، يا إما بقى واللي هو شخصيا بيتمنى ده إنه يكون واحد من اللي قلنا عليهم في الأول بيبيعوا أوطانهم مقابل المال. وعلشان ما يحترش كتير قرر إنه يحوله على الفرع المسؤول عن الموساد بالسفارة الصهيونية في قبرص، وراح شاكر وقابله عازر يعقوب مسؤول الموساد بالسفارة، وسألوا نفس الأسئلة اللي سألها له قبل كده الملحق العسكري الصهيوني، وكانت إجابات شاكر هي هي. عازر هو كمان احتار وشك فيه، فاداله بعض الأوراق فيها أسئلة كتيرة وطلب منه أنه يجاوب عليها بالتفصيل، وعرف عازر أن شاكر بيتكلم أكتر من لغة. وبعد ما خلص إجابات الأسئلة طلب منه عازر أنه يرجع للفندق وهم هيبقوا يتصلوا بيه ويحددوا معاه ميعاد لمقابلتهم. وراجع شاكر للفندق ولمدة 5 أيام وهو ما بيعملش حاجة غير إنه ياكل ويشرب ويسهر، لا بيدور على شغل ولا على أي حاجة. ما هو خلاص اعتبر نفسه بقى جاسوس للصهاينة، فهو في نظره مكسب ليهم لأنه عربي وهم في حالة عداء مع العرب. في ال5 أيام دول كان فرع الموساد في قبرص بيراجع الأوراق والأسئلة اللي جاوب عليها شاكر، ومحتارين في صدق نواياه في العمل معاهم، لأنه أولاً جه من نفسه وعرض عليهم خدماته، ثانياً إنه لبناني، ولبنان وقتها كانت بعيدة عن منطقة الصراع بين الدولة المزعومة ودول المواجهة، فبعته بكل ده للموساد في تل أبيب، واللي بدأ في لحظتها في جمع المعلومات عن شاكر في بيروت. وبعد ما وصلت المعلومات وتأكدوا من كل كلمة قالها لهم وإنه شاب غير صالح إطلاقا وعلى خلاف دايم مع والده ووالدته، اتأكدوا إنه صادق في نواياه ومن نوع الجواسيس اللي بيبيع وطنه، وقرروا تجنيده. وبعد ما مروا ال5 أيام جيل شاكر في غرفته في الفندق اتصال من السفارة الصهيونية بيطلبوه بسرعة الحضور للسفارة لمقابلة شخصية مهمة، وراح شاكر بمنتهى السرعة واستقبله ضابط صهيوني اسمه هدار. هدار كان المسؤول عن تجنيد الجواسيس في القاهرة أو الجواسيس اللي بيتم إرسالهم لمصر، وقال لشاكر إنهم قرروا إنه يكون جاسوسهم في القاهرة. شاكر كان فاهم إنهم هيبعتوا لبنان أو سوريا، لكن هدار قال له إن مصر دلوقتي هي أكبر عدو لينا في المنطقة وأول دول المواجهة لينا، وأكيد سمعت زي ما سمعنا إن السادات بيفكر في الحرب لاسترداد سيناء، وأعلن إن سنة 1971 هيكون عام الحسم، وإحنا مش عاوزين نتفاجئ بالحرب، عاوزين نعرف معادها قبل ما تقوم علشان ما نخسرهاش، ويمكن أنت اللي تقدر تبلغنا بمعادها، ومكافئتك وقتها مش ممكن تتخيلها. واداله 300 دولار وتذكرة سفر للقاهرة، وقال له انه هيقعد هناك 2 شهر ويحاول يجمع اكبر قدر من المعلومات سواء سياسية او عسكرية او حتى عن الحالة المعنوية للشعب المصري، وبعد ما ينتهي 2 شهر يرجع لمقابلتهم في قبرص علشان يعرفوا المعلومات اللي قدر يجمعها ويقرروا بعدها خطوته الجاية. ووصل شاكر للقاهرة وراح يحجز غرفة في أحد الفنادق، أخذ موظف لاستقبال جواز سفره وبدأ في تسجيل بياناته، وفي نفس اللحظة دخل شاب مصري الفندق وطلب من موظف الاستقبال مقابلة المسؤول عن قاعات الأفراح بالفندق. فطلب موظف للفندق منه ومن شاكر إنهم ينتظروا شوية في صالة الانتظار لحد ما يجهزوا الغرفة لشاكر ويبلغوا مدير الصلاة علشان يقابل الشاب المصري. وقعدوا الاتنين في صالة الانتظار وما كانش فيه حد تاني معاهم، فسأل شاكر الشاب المصري عن أجرة الغرفة في الفندق
إذا كانت غالية أو لأ. فرد عليه إنه ما يعرفش لأنه مش نازل في الفندق، هو جاي بس عشان يأجر قاعة من قاعات الأفراح لأن فرحه قرب. وكلمة في التانية اتعرفوا على بعض، وعرف الشاب المصري إن شاكر لبناني فرحب بيه في مصر بلده التاني، وعرف شاكر إن الشاب المصري ضابط بالجيش، وده أول ما عارف دبت الفرحة في قلبه، صيد غالي وقع تحت إيده فهناه على قرب زفافه. وراح الضابط المصري لحجز القاعة، وكان شاكر لسه منتظره، ما هو مش هيضيع الصيد الغالي ده من إيده. وبعد ما رجع قال لشاكر إنه حجز القاعة والفرح بعد أسبوع وعزمه على الفرح. فطلع شاكر من جيبه ساعة كانت غالية قوي واداها للضابط المصري هدية فرحه، وقال له إنه بيتمنى يكون صديقه خلال الشهرين اللي هيقعدهم في مصر. الضابط المصري رحب بصداقته فعزموا شاكر على الغدا تاني يوم في الفندق. وتاني يوم وهما بيتغدوا بدأ شاكر يسألوا عن نية السادات في الحرب مع الصهاينة ولا هي مجرد إشاعة وبس. فرد عليه الضابط المصري إن ده قرار سياسي محدش ممكن يأكده أو ينفيه إلا الرئيس السادات وقاداته، لكن شاكر قاله إنهم بحكم إنهم ضباط ممكن تتأكدوا من ده من خلال شغلكم. الضابط بدأ يقلق من أسئلته وسأله عن سبب أسئلته دي، فقاله شاكر إنه ناوي يستثمر في مصر وخايف من قيام الحرب فتأثر على شغله، وفضل يلف ويدور علشان يعرف من الضابط أي معلومات، لكن التاني استأذن بحجة إنه مشغول. وتكررت مقابلتهم بعد كده، وفي كل مرة كان شاكر يديله هدية بمناسبة وغير مناسبة. وبعد ما انتهت إقامته في مصر سافر شاكر لبيروت ومنها القبرص، وأول ما وصل راح وقابل ضابط المساد هدار في السفارة الصهيونية واداله كل المعلومات اللي جمعها وحكاله عن صداقته مع الضابط المصري. فبعت هدار بكل المعلومات دي لمقر المساد في تل أبيب، وادى شاكر 30 جنيه استرليني وطلب منه أنه يستناه في الفندق اللي نازل فيه وهو هيبقى يتصل بيه. وبعد 4 أيام طلب منه هدار أنه يجي ويقابله، وفي المقابلة قال له أن رؤسائه في الموساد في تل أبيب عاوزين يتعرفوا عليه شخصيا ويبدأوا في تدريبه استعدادا للخطوة الجاية. فأخذ منه جواز سفره وسلمه جواز سفر إسرائيلي عليه صورته وباسم موشي إبراهيم وتذكرة سفر لفلسطين المحتلة. وسافر شاكر في الميعاد اللي حدده له هدار، وأول ما وصل لقاه في انتظاره بعربية، أخدوا ينزل في الشقة اللي خصصوها له، وتاني يوم عرضوه على جهاز كشف الكذب علشان يتأكدوا إنه مخلص في عمله معاهم. ونجح شاكر واجتاز الجهاز ببراعة، فبدأوا يدربوه على تصوير المستندات اللي ممكن يشوفها بكاميرا دقيقة جداً، بالإضافة للكتابة بالحبر السري وإزاي يظهرها. وبعد ما انتهى تدريبه كلفوه أول ما يرجع مصر يجمع لهم معلومات ضروري عن القوات الجوية المصرية ونشاط السوفيات في مصر وعن الروح المعنوية المصرية بعد الغارات الإسرائيلية على بعض المدن ومناطق القاهرة. خلال الفترة اللي قضاها شاكر في فلسطين المحتلة كان الضابط المصري بيفكر في كل تصرفات شاكر معاه وهدايا كتيرة ليه بمناسبة وغير مناسبة، ده اللي قلقه وخلاه يروح ويبلغ المخابرات الحربية بكل شيء عنه وعن أسئلته ليه. فطلب منه ضابط المخابرات إنه لما يرجع يتعامل معاه عادي ويوافقه على اللي هيطلبه منه لحد ما يعرفوا حكايته إيه. ورجع شاكر للقاهرة وهو معاه كل أدوات التجسس وشنطة هدايا كبيرة لصديقه الضابط المصري، وبعد ما قابله اداله الشنطة فأخذها الضابط وهو متظاهر انه سعيد بيها. وبعد كام يوم اتقابله تاني وطلب شاكر منه معلومات عن وحدته ومكانها، وحسب تعليمات المخابرات الحربية جاوبه على أسئلته. كان كل ما يجمع شاكر معلومات يسافر يسلمها الهدار في قبرص ويقبض الثمن،
ويرجع من تاني للقاهرة لمقابلة صديقه الضابط المصري شاكر. وبعد ما كان بيسلم المساعد المعلومات اللي جمعها من الضابط المصري كانوا بيتأكدوا منها وعرفوا إنها صحيحة، فطلبوا من شاكر تجنيد الضابط. وبعد ما راجع شاكر للقاهرة وقابل صديقه، عرض عليه إنه يشتغل معاه كعمل إضافي يزود بيه دخله، لكن الضابط قال له إنه ما ينفعش لأنه ضابط والقانون بيمنع أي ضابط إنه يشتغل عمل إضافي. فقالوا شاكر إن عمله معاه هيكون في السر، وبدون أي مقدمات شرح له إن المطلوب منه معلومات عن الجيش المصري ووحداته، وهياخد مقابلها مكافآت مالية كبيرة. طبعا الضابط المصري بين في الأول إنه مذهول، لكن وحسب تعليمات المخابرات الحربية بدأ يسأله عن التفاصيل وعن المكافآت اللي هياخدها هتبقى كام، واعتقد شاكر إنه وافق يشتغل معاه. وبعد ما عرف بعض المعلومات منه سافر لمقابلة هدار في قبرص واداله المعلومات وقال له على نجاحه في تجنيد الضابط المصري. وبعد ما تأكد الموساد من صحة المعلومات ادوا لشاكر $200 مكافأة للضابط المصري، طبعا ده غير مكافأته هو. ورجع شاكر للقاهرة وطلب من الضابط المصري معلومات عن وسائل التموين والنقل العسكرية وموجة الاتصالات الخاصة بالقوات الجوية المصرية. وبعد كام يوم جاب له المعلومات اللي طلبها، لكن قال له انه ما قدرش يعرف موجة اتصالات القوات الجوية. ووصلت المعلومات لهدار، واللي قال لزملائه لو كان الضابط المصري جاب موجة الاتصالات كنت هعرف انه شغال مع المخابرات المصرية. وفي المقابلة الأخيرة لشاكر مع الضابط المصري وبتكليف من هدار، طلب منه معلومات عن النشاط السوفيتي في الجيش المصري. وبعد يومين اتقابلوا في الشقة اللي كان مأجرها شاكر في القاهرة، وجاب له الضابط الوثائق والمستندات اللي طلبها علشان يصورها. وفي اللحظة دي اتفاجئ شاكر برجال المخابرات المصرية بيدخلوا الشقة وقبضوا عليه بعد ما تأكدوا انه جاسوس لصالح الموساد. وتمت محاكمة شاكر وتم الحكم عليه بالإعدام، وانتهت أحلام شاكر للنهاية اللي كتبها بخط إيده في اليوم اللي فكر فيه إنه يبيع عروبته ومن قبلها باع ضميره. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في حكاية جديدة. تحياتي.